ضربات مباغتة جاءت فجر هذا اليوم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ضد الفصائل الموالية لإيران الموجودة في الداخل السوري، وهذه الضربات جاءت تفاصيلها بهذه الطريقة. لنتعرف أولا على المنطقة. هنا كما تلاحظون هذه هي الحدود التي تفصل سوريا مع لبنان بهذا الشكل التقريبي. هذه هي سوريا، هذه هي العاصمة السورية دمشق، وهنا طبعا الأراضي اللبنانية، وهذه هي بيروت كما تلاحظون، وأيضا هذه هي تعتبر النقطة الفاصلة بين سوريا وبين الجولان بهذا الاتجاه. الذي جرى بحسب التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء السورية بأن سلاح الجو الإسرائيلي تحديدا هو تواجد فوق الأراضي اللبنانية وتحديدا إلى جنوب شرق بيروت تقريبا بهذه النقطة، أي أن سلاح الجو الإسرائيلي قد يكون تقدم إلى هذه النقطة أو نقطة أقرب حتى، وقام باستهداف هذه النقاط الحمراء التي تشاهدونها أمامكم. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هذه النقطة الحمراء التي هي تمثل وادي بردة، إن هنالك وكان هنالك نقطة تابعة إلى الحرس الجمهوري استهدفت بهذه الضربات الإسرائيلية، وكذلك هذه النقطة الأخرى هي تمثل الديماس وتحديدا مطار الديماس الشراعي الذي هو طبعا يعتبر مطارا زراعيا يستخدمه حزب الله اللبناني والفصائل الموالية لإيران في تخزين الأسلحة. سمعنا أنباء تتحدث عن وجود طائرات مسيرة وغيرها وأنفاقا في هذا المطار، وهذا طبعا يستخدم أيضا لإدخال وتهريب الأسلحة إلى الداخل اللبناني وغيرها من النشاطات التي تستفيد منها الفصائل الموالية لإيران. وبالتالي الضربات الإسرائيلية جاءت بهذين الاتجاهين، وكذلك أن المضادات الجوية كانت حاضرة بالنسبة للنظام السوري ولكنها لم تتمكن من صد هذه الضربات التي نتحدث عنها. والواضح جدا بأن الاستهدافات كانت قادمة ضد المستودعات الأسلحة الإيرانية. ولكن أيضا هنالك ملاحظة مثيرة بأن الأنباء الآن تتحدث عن استهداف جاء بهذه المنطقة ألا وهي منطقة جمراية، وهنالك مركز مهم جدا موجود في جمراية الآن الحديث بأنه هو الذي استهدف. دعونا نتوجه إلى هذه المنطقة لنرى هذا المركز الذي نتحدث عنه. الحديث عن هذا المركز تحديدا الذي ترونه أمامكم وهو مركز جمراية للأبحاث العلمية، وهذا المركز سبق وأن تم استهدافه بشكل مباشر من قبل الإسرائيليين، لأن هذا المركز على الرغم من مظهره المدني وكأنه للأبحاث العلمية، ولكن كل التقارير تتحدث بأن هذا الموقع وهذا المركز تتواجد فيه عمليات تطوير للأسلحة الكيميائية المحظورة التي يستخدمها النظام السوري، وكذلك البرنامج الصاروخي الذي يعتمد عليه النظام السوري هو يطور بشكل سري للغاية في هذا المركز. ولكن المثير بحسب الأقمار الصناعية ما هو واضح على الأقل حتى هذه اللحظة بأن هنالك مجمعا يبعد على مسافة 1.4 كيلومتر تقريبا. أنا أتحدث عن هذا المجمع، يبدو وأنه تعرض إلى قصف. إذا ما توجهنا بصورة أقرب إلى هذا المجمع سنلاحظ بأن هذا المجمع لا يبدو وكأنه مجمعا عسكريا أو غيرها، ولكن يبدو وكأن هنالك مخازنا أو غيرها لديها إسرائيل معلومات عن هذا الموضوع. دعونا نذهب إلى القمر الصناعي والتحديثات التي جاءت. طبعا هذا هو المركز أو المجمع الذي نتحدث عنه، دعونا نقترب منه لكي تكون الصورة واضحة. طبعا الرزولوشن والدقة ليست عالية بسبب التحديثات المستمرة. هذه هي الصورة لهذا المجمع في نهاية الشهر الماضي، والآن حتى هذا اليوم والصورة القادمة من الأقمار الصناعية إلى يومنا هذا سنلاحظ بأن هنالك تغيرا في اللون، تغير اللون تماما بالنسبة لهذا الموقع. كما تلاحظ هذه كانت قبل وهذه كانت بعد، وهذا يوضح بأن هذه المنطقة فعلا ضربت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي خلال الغارة التي تمت فجر هذا اليوم، وبالتالي هذا المكان واضح جدا بأنه ضرب. ولكن لحد الآن ننتظر، قد تكون الساعات القادمة كافية بإبراز ما الذي جرى لهذا المركز وطبيعة الضرر الذي تعرض إليه. هنالك تقارير عن علماء إيرانيين وروس وغيرهم يعملون بسرية كبيرة جدا للغاية مع بوابات غير معروفة، مع العديد من الأمور المهمة المتعلقة بهذا المركز. الآن هنالك أيضا يعني نقطة مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، بأن بعد ساعات مباشرة من هذه الضربة كانت هنالك
صحيفة إسرائيلية وهي صحيفة معاريف العبرية. هي أعطت تفاصيلا وسربت ما جرى بالضبط من هذا الاستهداف وقالت الآتي: الهجوم الأولي في سوريا استهدف مواقع الميليشيات الموالية لإيران ومخازن الأسلحة. المواقع تعرضت لأضرار وهنالك جرحى وهم في حالة حرجة. والحديث هنا عن الهجوم الأولي لأن كانت هنالك جولة ثانية من هذه الضربات، وكان هنالك سببا لهذه الجولة الثانية من هذه الضربات هي بسبب المضادات الجوية التابعة إلى الجيش العربي السوري التي كانت حاضرة بهذا الشكل الكبير. كما تلاحظون دمشق كانت تنطلق منها الصواريخ وكأنهم في حرب حقيقية تطارد هذه الصواريخ والمضادات الجوية، الصواريخ الإسرائيلية التي كانت تقصف بكثافة. هذه المرة العملية كانت موسعة بشكل كبير للغاية، وهذه المضادات تسببت بخسائر مادية. إحدى هذه الصواريخ هي سقطت على منطقة مهمة جدا في سوريا ألا وهي قدسية، وتسببت في أضرار في هذا المبنى الذي ترونه أمامكم بسبب أن قدسية هي أصبحت في الوسط، والأخطاء واردة من هذه الإصابات، أضرار مادية في المدنيين. ولكن المثير بهذا الأمر أن صاروخا آخرا انطلق بشكل كبير للغاية هنا كما تلاحظون، هذه هي العاصمة دمشق. إحدى الصواريخ توجهت من نقطتين، طبعا كانت الدفاعات قادمة، نتحدث هنا عن جبل قاسيون وكذلك عن نقطة أخرى متمثلة بمطار المزة العسكري. صاروخ من الصواريخ توجه وتعدى الجولان ووصل إلى بلدة موجودة في إسرائيل، تقريبا هي تأتي بهذا الاتجاه ألا وهي بلدة أم الفحم، وانفجر الصاروخ في الجو، وصاروخ أرض جو كان يتصدى إلى الضربات الإسرائيلية ولكنه تعدى الأجواء وانفجر بهذا الاتجاه. وبالتالي هنا إسرائيل ظهرت بشكل رسمي وقالت بأن صاروخا جاء من العمق السوري ودخلت إلى الأعماق الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس قمنا بالرد على هذا الموضوع مباشرة. الإسرائيليون لم ينتظروا واستخدموا أنظمتهم الصاروخية الأرض أرض من عبر هضبة الجولان كما تلاحظون هنا، وقاموا بمهاجمة البطاريات التي قامت بإطلاق هذه الصواريخ. الجولان لا تبعد إلا فقط 62 كيلومترا، بالتالي هي منطقة بسيطة بالنسبة لصواريخ الأرض أرض، ويستطيعون إصابة أهدافهم بدقة عالية. والمثير أيضا أن كانت هنالك نقطة أخرى بهذا الاتجاه وهي مدينة الضمير، وتحديدا هنالك لواء للدفاع الجوي موجود في الضمير هي التي تمت أيضا استهدافها بحسب الأقمار الصناعية، وواضح جدا أن صواريخ الأرض أرض هي التي استهدفتها. دعونا نتوجه إلى الضمير ثم ننتقل إلى قاسيون، ومن ثم ننتقل أيضا إلى النقطة الأخرى ألا وهي مطار المزة العسكري. والضمير إذا ما توجهنا إليها فهي باختصار هذه هي دمشق، وهذه هي مدينة الضمير، والمنطقة تقريبا لواء الدفاع الجوي يأتي بهذا الاتجاه على مسافة 10 كيلومتر، وكذلك 10 كيلومتر تقريبا من دمشق بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من الضمير الآن من هذه المنطقة ونرى هذه الضربات كيف جاءت بتحديث الأقمار الصناعية. الواضح من هذه النقطة التي ترونها أمامكم أن الضربات جاءت بهذه النقطة وجاءت بهذه النقطة تقريبا. لنتوجه إلى الأقمار الصناعية الآن لكي نلاحظ الصورة قبل وبعد. دعونا نركز على هذه النقطة، كما نلاحظ هنالك ثلاثة نقاط سوداء بهذا الشكل سيتغير لونها، سيصبح هنالك تغيرا كما نلاحظ من الصورة القادمة اليوم تحديدا من تحديثات القمر الصناعي، وسنلاحظ نعم هنالك تغير في هذه النقطة تحديدا، وهذا يوضح بأن هنالك كانت ضربة من سلاح أو من الصواريخ الأرض أرض هي التي استهدفت هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك دعونا نعود إلى الصورة قبل لنلاحظ الضربة والنقطة الأخرى التي تحدثنا عليها، وهذا هذه النقطة تقريبا تأتي بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه أمامكم، وبالتالي ليس هنالك شيء، ليس هنالك لونا. دعونا نتوجه إلى الصورة مرة ثانية لنلاحظ أن هنالك لونا جديدا ظهر بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن أمام ضربتين تمت من قبل إسرائيل مباشرة على الدفاعات الجوية هنا بهذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى قاسيون لكي نعرف هذا الجبل المهم الذي كانت له جولة كبيرة جدا في الدفاعات. جبل قاسيون يأتي بهذا الاتجاه، طبعا هذه هي كلها دمشق التي ترونها، وهذه هي المنطقة التي تم استهدافها من طبعا المنطقة المركز العلمي الذي تحدثنا عنه، وكذلك وادي بردة، وهذا هو الطريق الذي يؤدي بهذا الاتجاه إلى المنطقة التي تحدثنا عنها ألا وهي مطار الدماس الشراعي الذي استهدف في هذه الضربات، وكذلك هنالك مطار المزة العسكري. ما قالته إسرائيل ألما وما أكدته بأن الاستهدافات كانت ضد البطاريات الدفاعية التي عملت بشكل
بشكل كبير ضد هذه الغارات الإسرائيلية، استهدفت بصواريخ الأرض أرض، وكذلك كان هنالك رادارا في جبل قاسيون تم استهدافه، ولكن أيضا هنالك أنباء تتحدث بأن نقطتين قريبتين من جبل قاسيون هي تم استهدافها، والنقطة الوحيدة التي ممكن أن نلاحظها من المضادات الجوية الموجودة في قاسيون بالإضافة إلى الرادار هنالك نقطة تبعد 2.2 كيلومتر تقريبا تأتي بهذا الاتجاه، فيها الكثير من المضادات الجوية. دعونا نتوجه إلى هذه المضادات الجوية لكي نتعرف عليها. سنلاحظ بأننا أمام نقاط هنا في هذا الاتجاه في المضادات الجوية، وهنا المضادات الجوية القريبة طبعا من قاسيون. دعونا نذهب إلى هذه النقطة وننتقل إلى هذه النقطة لكي نتعرف على هذه الدفاعات الجوية. واضح جدا هذه هي الدفاعات الجوية كما ترون بهذا الاتجاه، وواضح بأنها عملت بشكل مكثف ليلة يوم أمس. وكذلك لننتقل إلى النقطة الأخرى التي تحدثنا عنها، سنلاحظ بأن هنالك توزيعا للمضادات الجوية للنظام السوري طبعا التي تأتي على عدد من النوعيات منها SA-200، وبالتالي قد تكون الصور القادمة من الساعات القادمة عندما يتم تحديث القمر الصاعق قد نرى تغييرا من هذه الضربات التي نتحدث عنها، والضربات التي طالت البطاريات الدفاعية للنظام السوري أدت إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول بالإضافة إلى جرح 5، وممكن للأعداد أن تزداد بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذه الضربات التي رأيناها فجر هذا اليوم هي لا تأتي من فراغ أبدا، هي تأتي بسبب الشحنات المستمرة من قبل الإيرانيين، وخلال هذا العام هنالك كثير من الشحنات للأسلحة التي هي قادمة بسبب ومن خلال هذه الطائرات، الخطوط الجوية خطوط فارس قشم التابعة للحرس الثورية الإيراني الشهر الماضي وهذا الشهر بشكل مكثف هي تأتي إلى مطار دمشق الدولي، وهذا هو الذي دفع أن نرى في الرادارات SR-122 الإسرائيلي، وتحديدا نتحدث عن الطائرات الاستخبار الإلكتروني نحشون شافد نحشون إيتام وغيرها من هذه النوعيات، هي تطير بهذا الاتجاه قبل 48 ساعة من اليوم من فجر هذا اليوم. هي كانت تحلق بهذا الشكل المكثف، والتحليق بهذا الاتجاه هو يأتي متزنا تماما مع دمشق، هم يراقبون دمشق ويمتلكون ويجمعون المعلومات عن دمشق أولا بأول، أين تذهب هذه الشحنات من المطار إلى أين تتوجه بالضبط لكي نستطيع الانقضاض عليها. نلاحظ هنالك الكثير من الطيران الذي يأتي متناسقا مع دمشق، هنا دمشق كما تلاحظون هذه طائرة استخبار أخرى، طيران مكثف بشكل غريب كان على دمشق وكان يوضح بأننا أمام هجوم قادم من قبل الإسرائيليين، وهذه هي آخر الطائرات التي تلاحظون كيف هي تحلق بشكل مكثف تجاه دمشق وتراقب كل صغيرة وكبيرة من النقاط التي تم استهدافها هنا التي نتحدث. وبالتالي بعد ذلك فجر هذا اليوم فجأة تم إغلاق واختفت هذه الطائرات، أغلقوا عمليات الاتصال والاستقبال لهذه الطائرات، اختفت من الرادارات، وبعد ساعات تم هذا الاستهداف الذي نتحدث عنه. المثير بأن هذا الاستهداف أيضا جاء بعد 72 ساعة فقط من اتصال جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وكذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، تحدثوا فيه عن الكثير من الأمور من ضمنها السلوك الإيراني الموجود في المنطقة، وباراك رافيد وهو أحد أهم الأشخاص والخبراء الذين يكتبون في الوالا نيوز وفي موقع أكسيوس الأمريكي تحصل على تسريب تحدث بأن الاتصال بين بنت وبين بايدن طال لمدة 30 دقيقة، تحدثوا عنه عن الكثير من التفاصيل، ولكن أهم تفصيل جاء من هذا الاتصال الذي نتحدث عنه بين بنت وبين بايدن، كشف عنه بنت يوم أمس إلى طبعا الصحفيين الإسرائيليين وثبتته التايمز أوف إسرائيل، وهو متعلق بهذه القضية وإيران تحديدا، وقال الآتي بنت إلى التايمز أوف إسرائيل: أبلغني بايدن أنه من حق إسرائيل حرية التصرف ضد إيران. مباشرة بعد هذه التصريحات سمعنا بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي توجه إلى واشنطن لمقابلة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من أجل مناقشة العديد من الأمور المتعلقة ليس فقط بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في القضية النووية أو ما تريد أن تفعله إسرائيل في القضية النووية أو في إيران إذا ما نجحت المفاوضات النووية أو لا، ولكن أيضا قضية متعلقة في السلوك الإيراني في المنطقة ركز عليها كثيرا أثناء حديثه، وبالتالي هو متوقع الآن يقوم بالعديد من الاجتماعات في هذا الصدد، وهذه قد تبدي وكأنها مفاجأة كبيرة جدا. كيف لبايدن أن يتنازل لإسرائيل؟ كان
يضغط على إسرائيل كثيرا أثناء المفاوضات. أيها الإسرائيليون لا تفعلوا شيئا تجاه المفاوضات النووية أو المنشآت النووية، لأننا نريد أن ننجح في المفاوضات النووية. الآن يبدو وكأنه أطلق اليد للإسرائيليين للقيام بما يريدون القيام به، وهذه تأتي بسبب العديد من الضغوط. باب منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والرجل ديمقراطي أبدأ امتعاضه من المفاوضات النووية والتنازلات الأمريكية، وطالب منه أن يضغط على الإيرانيين، وتوضح لبايدن أن الديمقراطيين الآن منزعجين منه بشكل كبير للغاية فيما يجري في هذه القضية والمفاوضات النووية. وهذا ما دفع أيضا يوم أمس للجمهوريين أن يستغلوا هذا الموضوع. تيد كروز وهو واحد من أهم الشخصيات في الحزب الجمهوري الأمريكي كتب رسالة هو و32 من الجمهوريين، وهذه هي الصفحة الأولى من هذه الرسالة التي وجهوها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطالبوا منه طلبات في قضية المفاوضات النووية، الطلبات قاسية جدا منهم. قالوا له إلى جو بايدن بأنك إذا توصلت إلى اتفاق بأي شكل من الأشكال مع الإيرانيين في هذه القضية النووية فعليك أن تعلم أن هنالك قانونا أمريكيا، وأن عليك أن تعود إلى الكونغرس الأمريكي لكي تبلغنا بهذا الاتفاق وتعطينا التفاصيل في مهلة أقصاها 5 أيام، وأيضا تعطيها وتسلمها بشكل خاص إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. هو الذي يجب أن ينظر في هذه القضايا النووية الكبيرة الخطيرة، لأنها تعتبر جزءا من الأمن القومي الأمريكي، وبمدة أقصاها 5 أيام كما تحدثنا ننظر فيها، ومن الممكن أن نصد هذا القرار ب60 صوتا. وإياك يا بايدن، كما قال تيد كروز وهؤلاء الجمهوريين الذين وقعوا طبعا على هذه الرسالة، إياك يا بايدن أن تتصرف من دون العودة إلى الكونغرس الأمريكي وإلى مجلس الشيوخ بشكل خاص، وأن تعود إلى هذه الاتفاقية بهذا الشكل المباشر، لأننا نوعدك يا بايدن بصريح العبارة بأن سيناريو دونالد ترامب والانسحاب من الاتفاق النووي سيتكرر مرة ثانية، وهذا هو مصير الاتفاق الذي ممكن أن تصل إليه. سأناقش هذه التفاصيل وهذه الضربات التي جاءت فجر هذا اليوم.